أيضا من ضمن الأسئلة، نشوف ثم سألت سؤال تقول هل يؤجر من يجاهد نفسه في الصلاة اللي يخشع فيها؟ بالتأكيد، لأن الخشوع عمل صالح، والله تعالى أثنى على أهله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكل من جاهد نفسه لإقامة أمر الله فهو على خير، والمجاهد من جاهد نفسه على الطاعة، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه فهو مأجور بالتأكيد. جزاك الله خير.